وجود عسكري أجنبي بعنوان فنيين وفق حاجة تقدرها القائد يقدرها القادة الأمنيين، هذا مو احتلال. هذا موضوع مقبول ومنطقي وإلى أسبابه. طيب. أما وجود مقاتلين، مقاتل جندي وفي قاعدة وأسلحته ودباباته وطائراته وإلى آخره، هذا وجود أجنبي يرفضه الدستور العراقي ولم يعطي البرلمان العراقي الموافقة عليه، هذا مرفوض. احنا وبالتالي هذا يشرع المقاومة بحقه. أكو فرق بين الهجمات اللي كانت تصير على السفارة وما عداها. عداها شنو؟ سواء كان قوافل دعم لوجستي، معسكرات والقواعد العسكرية الأمريكية. أنا شخصيا لست مع قصف السفارة الأمريكية، يعني عنوانها دبلوماسي، وعلى الأقل بالفترة الحالية. أنا أعتقد أن التهديد العسكري التركي المقبل سيكون أشد وأكبر وأخطر من التهديد الوجود العسكري الأمريكي. الوجود العسكري الأمريكي المقبل سيشهد انحساراً أكيداً بمجيء بايدن. معروف أنه هم يقولون إحنا مو اهتماماتنا الشرق الأوسط، الشرق الأوسط إذا على مود النفط فالنفط الحجري اللي جاي يطلع من أمريكا أكثر من منتوج السعودية، إنما اهتماماتنا بحر الصين والصين وإلى آخره وروسيا. فمن زمن أوباما يعرفون المراقبين أنه قرارهم أن ينكفئوا من الشرق الأوسط ويذهبوا هناك. ستبرز النبرة الأردوغانية العثمانية بأنه حق تركيا بالشمال العراق وأنه اتفاقية لوزان عام 1923 ليس لها قيمة وأنها انتفت بمرور 100 عام وبالتالي كركوك والموصل.